طبعا استكمالا للمشاريع التنمية في الإمارة فهي كثيرة ومتعددة، ولعلنا في الآونة الأخيرة بعد مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور في أن يستضيف مقر برلمان الطفل العربي، وهي هذه المبادرة التي جاءت بتوصية في القمة العربية في 2010، بادر صاحب السمو بأن يبني هذا المقر في إمارة الشارقة، فشكلت لجنة بقرار من صاحب السمو الشيخ الدكتور بتقوم هذه اللجنة بالتشاور نحو كيفية الاستضافة وما هي متطلبات الاستضافة البرلمان الطفل العربي وما هي اللائحة التنفيذية. وحقيقة أنا أشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي على أيضا ثقته الكبيرة بي شخصيا بأن أكون رئيسة هذه اللجنة، وهي مسؤولية لا شك في أننا يعني ننقل هذه الأمنية إلى واقع على أرض الشارقة. فالشارقة يمكن هي الأنسب بين دول بين المدن في أن تحتضن هذا المقر، لأن منذ أكثر من 25 عاما كان الاهتمام بالإنسان عامة وبالطفل خاصة في إمارة الشارقة من خلال الكثير من البنية التحتية للطفل، من حيث إنشاء مراكز الطفولة، من مراكز الناشئة، الحضانات. فالحمد لله رب العالمين هذه الإمكانيات التي أهلت الشارقة أن تكون مدينة إن شاء الله تكون فيها قريبا بناء وإنشاء مقر برلمان الطفل العربي. لا شك أن رؤية صاحب السمو في ذلك كبيرة، فهو من خلال يعني أفقه الكبير، فإن لا يمكن أن نصنع المستقبل دون أن نستثمر في الطفل، وهذه من ضمن التوجهات التي أصبحت من أولويات فكر صاحب السمو. الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأمثل الذي لا ينضب أبدا، فهي أغلى ثروة هي ثروة الإنسان. الشيء الآخر أيضا، طبعا نحن الآن في التأسيس تقريبا في اللائحة التنفيذية والتفصيلية، في العمل على وضع بعض التصور للموازنة، وإن شاء الله لعرضها على صاحب السمو لإقرار ما يراه مناسبا. من القضايا المهمة حقيقة والتي نحرص أيضا تحت قبة هذا المجلس أن نحن نناقشها دائما، قضية بعض الفئات مثل المتقاعدين، كبار السن، المعاقين، وهذه تأخذ حيز كبير من خلال مناقشتنا مع الدوائر في مدى تمكين هذه الفئات من أن تعامل وتهيئ لها جميع يعني البنية التحتية وجميع المرافق بحيث تستوعب هذه الفئات. ولعلنا من ضمن الأشياء اللي طرحناها في توصياتنا الأخيرة أيضا أن يكون هناك يعني نوع من التأمين للمتقاعدين من غير ملاك إمارة الشارقة، ولعل هذا وجه فيه مرة صاحب السمو أن إن شاء الله قريبا سيكون جميع مواطني الشارقة تحت مظلة التأمين الصحي. الأمر الآخر، أنا أؤمن جدا بأهمية البحث والدراسات والمعلومات، وهي أداة من أدوات الدعم للأعضاء. هذا الشيء اللي أخذناه أولوية في هذا الفصل التشريعي من خلال الارتقاء بالممارسات التي تكون على أرض الأمانة العامة من خلال عقد الدورات والورش التدريبية للارتقاء بالدور البحثي والعلمي، لأن لا نستطيع أن نناقش كأعضاء يناقشون كأعضاء دون أن يكون هناك مرجعية علمية قائمة على المعلومة الصحيحة، على إحصائية دقيقة، على مقارنات مرجعية. وهذا ما فعلناه ولله الحمد منذ انطلاق هذا الفصل من خلال التركيز عليه. طبعا هذا تطلب القيام ببعض الشراكات الاستراتيجية، ومن أهم الشراكات الاستراتيجية حقيقة هي الشراكة مع جامعة الشارقة، بالتحديد لما لها من زخم كبير وثروة علمية في الكثير من الدراسات المطلوبة.
لنا إن شاء الله. الشراكة الأخرى الشراكة مع شرطة الشارقة، لا يخفيكم أن هناك الكثير من الدراسات الميدانية التي قامت بها شرطة الشارقة، وهي تمد الأعضاء من خلال مناقشات وأيضا من خلال تحليل بعض القضايا. مثال على ذلك سقوط الأطفال، هناك دراسة قائمة في شرطة الشارقة حول هذا الموضوع. فلما نريد أن نناقش البلديات أو الدوائر ذات العلاقة بهذه القضايا، نرجع إلى البحوث والدراسات، فالرقم هو من يتحدث وهو من يقنع المسؤول أو المهم بأن هناك توجد نعم مشكلة. من ضمن الأشياء أيضا يمكن أشوفها ذات أهمية هو نظام المقترحات والشكاوي الموجود في المجلس. تم تطوير هذا النظام، الآن نحن شغالين على نظام إلكتروني إن شاء الله يقوم باستقبال هذه الشكاوي أو المقترحات، وهي من ضمن اختصاصات اللجنة التشريعية بالتعاون مع الإدارة القانونية. ويمكن من خلال الدور الأول والثاني هناك أكثر من 230 تقريبا وردت للمجلس من شكوى أو مقترح أو عريضة. وحقيقة هناك بعض المقترحات المتميزة التي يتم عرضها على مجلس الإدارة ويعني مراجعتها وتنقيحها، ومن ثم بعد إقرارها يتم رفعها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي كمقترح موقع من صاحب المقترح، سواء كان من الأعضاء أو من الجمهور. الشيء الثاني الشكاوي. أنا طبعاً إحنا الشكاوي أو المشكلات هي طبيعة البشر، لن تكون هناك تتوقف هذه المشكلات، لكن من حق كل مواطن أن يقدم هذا المقترح من خلال أبواب الإلكترونية أو حضوره هنا للمجلس أو من خلال إرساله على البراق، وهذه كلها منافذ لتقديم شكوته. وحقيقة يعني جميع كل ما يرد إلى المجلس هو محل تقدير واهتمام. فخلال يعني 48 ساعة يتم الرد على، أو أقل ساعة 24 ساعة يتم الرد على مقدم المقترح أو الشكوى باستقباله، ثم نبتدي بدراسته في اللجنة القانونية من جمع المعلومات، تقصي الحقائق، طلب بعض البيانات من صاحب الحاجة أو صاحب الطلب، ثم يتم رفعه إلى الدائرة أو الهيئة صاحبة الاختصاص ومراجعة ذلك. فطبعا نكون على استمرار في المتابعة مع مقدم الطلب أو مقدم حاجته، لكن نحن نتمنى المزيد من الثقافة البرلمانية الموجودة من المواطنين ومن الجمهور. فالمجلس هو وظيفة الأساسية الرقابية والتشريعية واستقبال مقترحات وشكاوي المواطنين والمقيمين أيضا، لكن بما لا يتعارض مع يعني الهدف من إنشاء المجلس، لأن هناك الحمد لله المؤسسات التي يمكن التقدم لها مباشرة للإسكان أو الأراضي وغيرها أو الوظائف، وهي مثل 3 دوائر أساسية في أكثر الشكاوي الواردة لنا. حقيقة لا نغفل هنا أيضا الدور الكبير للإعلام، سواء المرئي أو المقروء أو المسموع أو عن طريق التواصل الاجتماعي. ويمكن من ضمن الأشياء السريعة والقريبة هي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي تقرب من سمعة هذا المجلس، فمن خلال وسائل الإعلام ومظلتهم هم داعمين. أنا من خلال منبركم أقدم كل الشكر والتقدير لمؤسسة الشارقة للإعلام بالخاصة وجميع مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم للمجلس ورسالة المجلس من خلال يعني نقلهم لما يدور من مداولات وقضايا أو من مشاريع. وأنا أدعو أيضا جميع وسائل الإعلام إلى طرح هذه المواضيع بين أروقة المجالس المحلية ذات العلاقة ونقل هموم الناس أيضا
الحقيقية. نحن نحتاج إلى إعلام يقوم بالجلوس مع الناس، وهذه من ضمن التحديات اللي يواجهها المجتمع ويواجهها الأسرة. فنعتقد تعاون جميع المؤسسات، سواء كنا نحن كمجلس الاستشاري أو مؤسسات الإعلامية أو مؤسسات المجتمع المدني، بإذن الله سيخلق نوع من أنواع الارتقاء بالخدمات وتطويرها، وتقديم أيضا صورة مشرفة لرجل وعضو البرلمان في كل أنحاء، ليس على المستوى المحلي ولكن حتى على المستوى الاتحادي والوطن العربي. فبالنهاية نحن مسؤولين عن ذلك، مصداقا لقوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون.